انا شايفكوا اهو. في واحد مش عامل لايك، اعمل لايك الا اطلع اخطفك واحطك انا عندي في المطار، خلي الناس تتفرج عليك وانت بتكتف وتضرب النار. ايه رايك بقى؟ وايه رايك بقى لنا؟ ممكن يحصل لك كده عادي. هو جالي فلوس من الشنط، ايه ده؟ انا عندي 4 كؤوس كده. ايه ده يا شباب؟ وربنا يا شباب، بصوا وربنا حاجة جميلة قوي. طبعا قلت بقى يا شباب قبل ما مع المطار تشوفوه في الآخر، المطار ادمان وكل حاجة، كل حاجة فل سباتيكي. اخي اخرج ازاي صحيح؟ نط تمام. يبي انا نطيت هنا مش هموت يعني. كرة السارقة الصارمة، انا ما عندي. يا رب يا رب على يعدي على خير. انا هتشل يا شباب، هتشل في فراري، بس طبعا الفراري مش غالية قد اللي انا كنت بجيبه ده. دي فري، بص كده دي فري، دي كل ده الكوماندو بيبني. بص انا ملقتش غير العالم ده يا شباب، بصوا كنت عايز احط علم مصر، فاهمين؟ كنت عايز احط علم مصر والله، بس اعمل ايه؟ دي ظروفي بقى، ملقتش علم مصر، حطيت العالم بقى. هو برضو علم مش وحش، انا بحط الاعلام الجميلة. واو، ده بقى مكان كلاسيك كلاسيك قوي. شوفوا شوفوا يا جميع، شوفوا شوفوا شومينج. ما فضلا بين بين دين 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 يبي كل عشان نحط شجرة، والشجرة عامل بيها ايه؟ على فكرة يا شباب ما فيش شجر، ما فيش شجر كتير اوي يا شباب قدام المطار، فاهمين؟ يلا يلا افتح البوابة الخارجية الكلاسيكية. انا هو بسم الله مخدوم مع الجهاز. يلا يا عم متقعدش بقى، مش وقتك. هنا بيتفرجوا على الآثار، ده بيتفرجوا على السفينة أصلا. في هنا بالهول، صحيح. ما فيش هنا على فكرة، اللي كان فيه هنا تمثال أبو الهول ده كان جاب لي فلوس. بس يا شباب ننزل يا شباب، حاجات يعني حاجات من الحاجات الجديدة من أبو، يعني عاملوا لعبة أبو الهول أنزلها لكم.
جديدة. اتقلت. يا عم اتنين ايه؟ انا لسه هبني من الاول. انا عايز بوابة الكوماندو الحقيقية. ايوه دي بوابة الكوماندو الحقيقية. انا تايه. ايه ده؟ انا باكل كوع كسر. يلا يخرب بيتك يا دبان، دبانة معفنة. الموضوع انضف منك اصلا. هو انا كبرت المطار على اللزوم يعني، كبير اوي بقى المطار عجز. ده بالدور التاني. ده في اخر الدور. طبعا شباب انا ساعات يعني الشباب بصوا يعني انا شباب بصوا يعني انا عندي كومنتات بالهبل من بالاول. او اكتر واحد فينا هو انا اللي اكتر واحد، مفيش حد طلع قبلي. انا الاول، في ناس شباب كلهم الاول ولا التاني. في واحد من الـ14، انا من الاول منهم يعني. من الاول، اول واحد محطوط فوق. مليون شوية صراحة. احنا عندنا شغل ولازم يكون للزبائن ال هو ده. انا كنت لسه باتي ده كمان في شك. ما زيها ايه ده يا شباب؟ يا رب سمكة واحدة. يلا 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 يلا، كل يعمل لايك، كل يعمل اشتراك، كل يعمل في القناة. نعمل لايك هدوس له قلب. لا 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 يعمل لايك شباب هدوس له قلب. فاهمين؟ اللي بعت لي كومنت قال لي اللي عملت لايك واوعى تكذب. اللي كذبت هعمل لك ديسلايك. فاهم؟ انا هشوف اللايك. اللايك ما تعرفش حد عمل ولا لايك. انتوا عارفين بقى يعني انا اروح اخر الدنيا. اروح اخر الدنيا.
جزيرة بعيدة. مين الجزيرة ديت؟ بس هنا في هناك بوابة على فكرة، ممكن تنقل. فاهمين؟ أنا برضه ذكي، في بوابة ذكية أهي. يلا هجيلكوا. ويبقى كده شباب خلصنا حلقة النهاردة. تمام بقى، حاجة جميلة أوي والله. أنا استمتعت، يعني أنا استمتعت بكل حاجة. طبعا لما حصل معانا في الضابط اتنقلنا لهنا، واتنقلنا لمنتهى الرأس المسلوخة. طبعا كانت حاجة جميلة أوي، كانت حلقة ممتعة أوي. وشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.